النجم الكبير احمد فلوكس، برحب بيكم ونقول لك الف مليون مبروك من داخل العرض الخاص لفيلم خليك. الله يخليك، متشكر جدا. النهارده اتكلمنا عن الفيلم وعن دورك النهارده. بعمل شخصيه محمود، شخصيه ضابط مصري، ان شاء الله تعجب الناس كلها. انا اتشرفت اتعاملت معاه، حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه في السي في بتاعي، سواء الفيلم او تعاملي مع استاذ شريف. الحمد لله يعني بعد سنين اشتغلت معاه، ودي حاجه كويسه ليا وربنا يسهل ان شاء الله. الفيلم كله هيبقى حرفي احنا 70، لازم تتفرج. اللي هو هيبقى فيه العادات اللي مش لازم لازم تتفرج. مش هقدر اقول لك لازم تتفرج. معلش السنه الجايه ان شاء الله. دي كانت بظروف احمد فلوكس، عشان كنا بنصور بعد كده اخذنا اجازه، وكان فيلم مرهق جدا، وان شاء الله السنه الجايه نعمل حاجه. بعد الفيلم اقول لك. شكرا. احنا تعبنا فربنا يسهل وتعبنا ما